مساء الخير على جميع المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الحكاية مع شيماء. سنة جديدة عليكم 2021، وإن شاء الله تبقى سنة كلها خير عليكم وسنة كلها إنجازات عليكم ونجاح. معنا خبيرة التجميل متخصصة في فرد الشعر أستاذة ياسمين البدوي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك حمد، نورتينا. تسلميك. عايزين نتكلم على الشعر، سبب التقصيف وسبب التساقط ايه؟ بيبقى سبب التقصيف وسبب التساقط بيبقى عامل من عوامل الجو، يعني الجو ليه عامل كبير جدا على الشعراية. وهل التساقط الشعر ده ليه وقت معين وخلاص كده بيروح يعني مع تقدم السن؟ لا، مش مرور السن، هو ليه موسم. بيبقى فيه موسم اسمه موسم التساقط، لان فروة الراس عاملة زيها زي الشجرة، زي ما بيجي لها موسم تغير كل اوراقها ويطلع ورق جديد، الشعر برضك ليه موسم في التساقط. تمام. وعايزين نفرق ايه الفرق ما بين الكرياتين وما بين البروتين؟ لا، هو البروتين احدث، وبرضك مازال ان بينزلوا حاجات احدث من البروتين. الكرياتين كان زمان كان بيبقى فيه ماده فورمالين كتيره، وكان بيبقى فيه المفروض انه كان بيتعمل على 3 ايام، كان بيبقى اجهاد جدا على الشعرايه والبيبي ليس وكده. دلوقتي البروتين هو في ساعتين اتنين وخلاص، الجلسه تمت والعميله تستلم نادي كده. طب عايزين نعرف بس الفتره الزمنيه لكل جلسه بروتين او كرياتين؟ لا، هو الكرياتين بيبقى ثلاث كان بيبقى 3 ايام بس، دلوقتي ما فيش حد بيشتغل كرياتين لانه يعتبر قديم جدا. نبقى شغالين في الاحدث. البروتين من ساعتين ل3 ساعات على حسب حاله الشعرايه، انما مش اكتر من كده. وما هي الاضرار بقى اللي بتواجه فروه الراس والجلد من البروتين او الكرياتين؟ هو ممكن تواجه فروه الراس من البروتين لو البروتين جه على فروه الراس، يعني انا كمتخصصه او كحد تبعي متخصص، لما بيجي يوزعوا الماده ما بخلوهمش يوزعوها على فروه الراس، لازم نكون سايبين سنتي ما يوصلش لفروه الراس. طالما ما وصلش لفروه الراس ما يبقاش في اي اضرار. وهل البروتين بيبقى مفيد لشعر معين ولا هو بس مجرد فرد الشعر المجعد؟ هو عمليه تجميليه. عمليه تجميليه للشعرايه، يعني احنا بنعمل حاجه بنجمل الشعرايه. انا ما تجيش واحده تقول لي انا عايزه اعمل بروتين وعايزه شعري يفضل طول العمر. لا، هو انت شعرك الجذور بتطلع، بيبدا الشعر ينزل لتحت، بتبداي بتجيلنا نعمل لك اعاده جذور للشعرايه بس، انما هو مش مفيد. يعني ما تجيش واحده تقول لي انا شعري بيتساقط عايزه اعمل بروتين عشان شعري يبطل تساقط، ما فيش الكلام ده. انت لازم تعرفي لي التساقط ده من ايه، لازم تعرفي لي الحاله الصحيه ايه، لازم تعرفي لي الانيميا ايه اخبارها، لازم نعرف الاول المرضي بعد كده ندور على العرضي، لازم نعرف ايه التساقط، عندنا حاجه مرضيه تسبب تساقط ولا حاجه عرضيه بس. ان ما بيعالجش الانيميا بتاثر على الشعر ولا طبعا فيها حاجات تانية؟ طبعا الانيميا لو ما تنزل عن 12 يبدا كده ان هي تاثر على الشعر، لان فروه الراس تبقى عباره عن شعيرات دمويه، الشعيرات ديت هي اللي بتتغذى وهي اللي بتجري فروه الراس، لازم الدمويه تبقى على طول بتجري في فروه الراس. وهل نقص الحديد في الدم بياثر برضو على تساقط الشعر والفيتامينات؟ نقص الحديد ونقص الكالسيوم كل دوت بياثر على تساقط الشعر. يعني هو في البدايه هم ياخدوها مرحله مرحله، بمعنى ان هيعملوا تحاليل الاول. انا اي واحده بتجيلي بتقولي انا عندي تساقط، قبل اي حاجه ببدا اقول لها اعملي لي تحليل انيميا، بشوف الانيميا عندها ايه، ابدا اديها علاج من الصيدليه تجيبه، ابدا اديها سبراي على فروه الراس، ابدا اخليها اديها حاجات تحفز فروه الراس وتحفز الدوره الدمويه في الشعرايه، تمنع لها تساقط. وفي كبسولات مثلا دهان زيت وحاجات زي كده وشامبوهات بتقوي يعني بصيلة الشعر؟ هو في الكلام دوت بس لما نعرف الاول هو عرضي ولا مرضي، يعني في تساقط بينتج من صبغات، بينتج من عملت فرد كيميائي او كده، انما لو مرضي بنبدا ان احنا نجيب لها كبسولات وكده، لو عرضي بنبدا ان احنا ندي لها الادويه، شامبوهات، كريمات، حاجات ان هي توقف التساقط. في انواع شعر كتيره بتبقى مهلكه ومقصفه وبتقع بطريقه مش طبيعيه، حضرتك بتعالجيها ولا ليكي؟ الحاله ديت بنبدا نعمل لها تراتمنت، بنبدا نعمل لها ترميمي، وبنبدا نعمل لها خلايا جذعيه، فيلر، بنبدا ان احنا نمنع التقصف من الشعرايه ونعالج بصيله الشعر نفسها، بس مع الجلسات، يعني هو مش مره وخلاص، لازم ان هي تتابع معايا حسب ما حضرتك تشخصي مثلا. على حسب جلسات 12 جلسه حسب شعرها. طب وحضرتك بقى تنصحي بايه يعني، في البروتين في الكرياتين؟ لا، هو الجلسات الحاجات دي العميله لما تيجي تعمل انصحها ان هي تاخد الافتر كير، وانصحها ان هي تعتني بالعنايه ما بعد البروتين،
يعني هو البروتين مش عملته وخلاص كده خلصت، ان انا شعري هيفضل ليس على طول، وان انا مهما اعمل فيه الفه بقى اربطه اعمل مش عارف ايه هيفضل زي ما هو ليس. لا، لازم تتابع معايا ولازم تتابع التعليمات كويس قوي اللي انا بديها لها وتمشي عليها. تمام، معانا فيديوهات دلوقتي حضرتك تعلقنا عليها بقى. ويا حضرتك اتكلمينا بقى الفيديو ده. دي حاله كانت جايه لي، كنت عامله لها كان جيلاتين الشعرايه. الحاله ديت اصلا كانت هشه، شعر هش جدا، عامل ازاي يعني هو العامل بتاعه هاش، شعرايه مش هي خشنه ولا كان هي مقعد مجعده، هي ولا شعرايه هشه خالص. ضعيفة عملت جدا؟ لها عملت لها جيلاتين وعملنا اعاده رابط للشعرايه. ويفضل بقى بيقعد وقت قد ايه بقى؟ هو بيقعد في الشعر سنة بس، من 6 شهور بتبدأ جذور تطلع لورا، بس بيفضل للشعر في الشعر من ورا لمدة سنة. بيحصل تقصفات بعد كده ولا بتبقى بقى حاجات لا، بسيطة؟ هو بيفضل نفس الحالة دي ونفس النتيجة دي لحد ما بتجيلي عدد الجذور. تمام. ده معانا شعر من أصعب الشعور، هي اه شعرية منها أفريقية ومنها قطنية، يعني شعر جديد وفي نفس الوقت شعر كده ضعيف. يبقى صعب فيها التعامل صح؟ احنا بنعمل بقى نسب وتناسب، يعني الحاله ديت انا كنت عامله لها جيلاتين على كولاجين اه وعملت لها جلسه خلايا جذعيه بعد ما خلصت جلستي خالص. دي كانت نتيجتها بعد الغسيل. ما هو الجيلاتين والفيلر؟ الفيلر دوت بيجي لي لما يبقى الشعرايه ضعيفه جدا وتحس الشعرايه يعني رفيعه وضعيفه قوي. الفيلر بينفخ الشعرايه، يعني بيخليها تتنفخ، بتحس ان انت لو ماسكه 10 شعرايات في بعض حجمهم صغير كده، لا بتحس ان حجمهم بقى اكبر. الجيلاتين دوت احدث التقنيات اللي نزلت، من يعني احنا بنتابع مع البرازيل اي منتج جديد بينزل المفروض ان احنا بنجيبه ونشتغل بيه. الجيلاتين احدث منتج نزل، هو المفروض اسمه جيلاتين بديل للبروتين، بديل للبروتين خالص، يعني هو محل البروتين بنشتغل بيه، بيعمل على فرد وعلاج الشعر، ما بيشيل التقصف، يشيل الهيشان، وبيبقى نتيجته زي ما انت ما شايفه وبياخد وقت قد ايه؟ في 6 شهور الفيديو، ولا سنة؟ برضك من 2 لـ3 ساعات اه في لا العمايل، السنة. وفي الشعر برضك من سنة، من 6 شهور بيبدأ يرجع لورا، هو زيه زي البروتين. اه تمام. هل في اضرار على الجلد منها ولا؟ برضك لو جه على الجلد، انا لو اتعاملت وجيت على فروة الراس العميلة لازم تتحسس ولازم يكون في اضرار. لو ما جيتش على فروة الراس كده عملتي في امان وانا في امان برضه. تمام. وتنصحي بقى العروسة بقى المقبلة على الجواز بقى والست البيت والكلام ده؟ العروسه او ست البيت النصيحه كلها ان لازم يكون في استشوار في البيت، يعني في الشتاء دوت لازم يكون في استشوار، لازم ان انا اغسل شعري، ما ينفعش ان انا المه واحطه تحت الحجاب او اقعد كده وانا لفاه واسيبه بميته واسيبه بدنيته كده، لا لازم لازم انا الاستشوار. انشف شعري. انا في الصيف يعني في الصيف اقول للعميله اقعدي تحت مروحه، اقفي جنب قدام مروحه عمود لمده مثلا نص ساعه شعرك هينشف خالص، ابداي بعد كده حطي صرحي، حطي السيروم بتاعك، حطي الدهان اللي انت بتستعمليه، ابداي لمي شعرك، ما ينفعش وهو مبلول تلميه، يعني الشعر بيكمكم، الشعر الشعريه دي بتبقى عامله زي البني ادم بتتنفس، اما تكتميها كده وهي مبلوله يبقى خلاص كده. خلاص. طب معانا بقى صور حضرتك كلمين عنها. كلمينا بقى عن الشعر ده دي والنوعية عميله بتاعته. كانت عامله عندي ترميم مع صبغه بعد الترميم، دي كانت نتيجتها بعد الترميم. اه تمام. والشعر ده كمان وده شعر كان معمول معايا بوتوكس، ديت برضك عميلة شعرها او زي ما انت ما شايفة هو ضعيف بس مجعد، يعني شعرها ضعيفة فتلاقيها ناعمة بس مموجة، عملت لها بوتوكس فقط. لجميع انواع الشعر ولا شعر لا، معين؟ كل ما هو كل حاجة عندي ليها نوع شعر معين، يعني انا عندي بروتين، عندي بوتوكس، عندي فيلرز، عندي جيلاتين. الشعرية ما تنفعش تيجي العميلة تقولي انا عايز اعمل ده، انا بشوف شعرها محتاج ايه وبعمله لها. تمام. وتنصحي ايه بقى الستات اللي قاعدين في البيوت؟ يعني تنصحيهم بايه بقى؟ حاجات بقى معينة كده للشعر تقوي الشعر؟ هو تقوية الشعر المفروض تستعمل على طول الشامبوهات اللي هي بتبقى من الصيدلية، شامبوهات تكون خالية سلفيات الصوديوم، مش أي شامبو خلاص. الشامبوهات اللي في الصيدلية تبقى حلوة عامة، أي حد بيجي لي بيقول لي عايز نوع شامبو معين، لو معهوش إنه ياخد أفتر كير زيرو سلفيات الصوديوم بيجيب شامبو علاجي من الصيدلية. استخدام شامبو علاجي مع سيرم من الصيدلية حلو جدا عن الحاجات اللي بتتباع في السوق دي. طب استخدم
البروتين قبل الصبغة ولا بعد الصبغة؟ لا البروتين قبل، على حسب نوع الصبغة اللي انت عايزاها. في صبغة العميلة اللي تبقى عايزة صبغة فاتحة، بنبدأ ان احنا نعمل لها سحب لون الاول ونسيب الشعر يرتاح من 5 ايام لاسبوع مثلا، وبتبدأ ترجع لي اعمل لها البروتين، وبعد كده اعمل لها لون الصبغة اللي هي عايزاه. بنعمل لها صبغة تكون ما فيهاش امونيا. العميلة اللي عايزة الوان غامقة ببدأ اعمل لها الالوان قبل البروتين اصلا، يعني على حسب اللون اللي بتختاره العميلة. طب لو حد مثلا في البيت واستعمل بروتين ده بقى وبكميات بقى، ايه اكبر الاضرار غلط، اكبر غلط ان ده يحصل. ولا لازم نروح لحد البروتين مختص؟ لازم متخصصة، متخصصة هي اللي تعمله. ما ينفعش كوافيرة، ما ينفعش صاحبتي، ما ينفعش ان انا اجيب واحدة تقول لي انا معايا بيبي ليز بعرف اكبس وبعرف اعمل، تجيب لي هتدمر لي شعري. انا بيجي لي حالات كتير، يعني انا جالي مرة صحاب، شوية صحاب كده جمعوا مع بعض وجابوا ازازة بروتين، الله اعلم بقى هو كان مضروب او كان في فورمالين مش عارفة، بس يعتبر كلهم شعرهم وقع ودلوقتي بيعالجوا عندي. الفورمالين ده بيأثر على الشعر بيبوظه طبعا طبعا. طبعا بيأثر عليه جدا وبيسبب تساقط جامد جدا للشعرايه. هي ماده خطره على الشعرايه وخطره على البني ادم ذات نفسه. هل بيسبب أمراض مزمنة؟ طبعا بتسبب سرطان للي بتعمل، للعميله وللمتخصصه. الدخان لوحده ما بيتحول مع البيبي ليس، الفورمالين دوت بيتحول لدخان، تبقى ماده مسرطنه. تمام. وقص الشعر من تحت بقى، الجذور. ايه الجذور؟ قص الشعر من تحت. جذور أنا الاطراف، الأطراف. قص الشعر من الاطراف. احنا زي ما عارفين من زمان ان هو لازم تكون في الايام القمريه 13 14 15 من الشهر العربي، بتبدا العميله او البنت ان هي تمسك شعرها تجيبه من الجناب لو مش عايزه تروح كوافير او مش عايزه تروح لحد متخصص في الشعر. تروح قصه حاجه بسيطه قوي للشعرايه، ما ينفعش تجيب نص شعرها، ما ينفعش بقى الحركه اللي بيعملوها يجيبوا شعرهم لقدام ويقصوا ويعملوا، ما ينفعش. طب بالنسبة للأطفال حاجه بقى، بسيطه بالنسبة للأطفال بقى، الاطفال. هتكلمينا بقى على الحاجة حضرتك، الحاجات اللي عندك بقى والحاجات المناسبة للأطفال. الاطفال ليها حاجات كتير. الاطفال ليها ترميم، وفي عندي منتجات امنه جدا على الاطفال والحوامل، يعني منتجاتهم بتبقى خفيفه جدا على الشعرايه وبتعمل معايا برضك، بيبقى علاج وفرد 100%. وتنصحي ايه بقى بالعروسة اللي هتتجوز بقى، مثلا تيجي لحضرتك قبليها بأسبوع ولا قبليها بشهر ولا ايه لا اللي بيبقى تبدأ؟ قبليها من اسبوع ل 10 ايام بنبدا ان احنا قبليها اصلا بتبقى جايه حاجزه معايا، بتبدا ان هي تجهز لي شعرها في البيت. بديها على اسم شامبو تستعمله، بقول لها الحاجات اللي ما تمنعها والحاجات اللي تستعملها. وقبل الفرح باسبوع بتيجي تبدا تعمل شعرها، بتعمله في نفس اليوم بس، ومعاها بقى معاها اسبوع كامل، لان المفروض قبل اول ما بتعمله بتقعد 4 ايام شعرها مفروض، ما ينفعش تحط فيه توكه، ما ينفعش تخرج، ما ينفعش تحطه تحت حجاب، لازم يبقى مفروض على ظهرها عشان الشعر بيتشكل في الوقت ده، بيبقى في اضعف حالاته. يعني ينفع حضرتك تعملي برنامج كامل للعروسة ولا حضرتك بس في نطاق فرد الشعر بس؟ برنامج كامل زي يعني الشعر شامل يعني، يعني شنيو وفورما والكلام ده الحاجات دي كلها او شاملة لا، هي وبس في بتجيلي الفرد بس؟ بتعمل شعرها فرد، البروتين، البوتكس، الحاجة اللي هي عايزاها، وبتروح كوافيرها بقى. انما انا شعر فقط، تخصص علاج وفرد الشعر فقط، ولا شنيوهات ولا عرايس ولا الكلام ده. وهل الشعر ممكن بعد البروتين يطول يبقى في طبيعته ولا يبقى في حاجات لا تانية؟ بيطول، هو مش بيعالج، اللي هو يعني انا ما تجيليش واحده تجيلي شعرها قصير تقول انا عايزه اعمل بروتين عشان يطول شعري. هو لو شعرها بيطول هو هيطول، يعني مش هيضر شعرها، هيطول. يعني لما تجيلي مثلا عميله تبقى عامله تقول لي بعد 4 شهور 5 شهور تقول لي انا عندي جذور طلعت، اقول لها طيب كويس، ده شعر طول. في عملاء كتير بيقول لي انا شعري طول على البروتين، في عملاء شعرهم بيفضل زي ما هو، الجذور تطلع وبرضك الشعريه مش اللي هي تطول قوي لتحت، لا بتفضل زي ما هي برضه. بالنسبة بقى للقشرة طبعا بتكتر في الشتاء في فروة الراس بقى، بيبقى تنصحي بإيه بقى؟ تغير جلد الراس، شامبو من الصيدليه للقشره، وبعد ما اخلص الحمام بتاعي واغسل شعري بالشامبو كويس جدا، بتبقى معلقه خل على كوبايه ميه، ويفضل خل التفاح، أنا شفت كويس الشعر جدا. لا لا، وكويس جدا جدا لفروه الراس، وبيرطب فروه الراس جدا وبيخلي القشره تقل من الفروه. الشعر اللي طبعا بيبقى فيه قشرة احنا عارفين بيبقى دهني، لا تنصحي بأنهي لا، شامبو القشره بقى؟ انواع، في قشره بتبقى في شعر دهني، في قشره بتبقى فروه راس بتغير جدا، الراس بيغير، في قشرة بتبقى أكزيما يعني قرحة، على حسب. هو أنا بستعمل الشامبو من الصيدلية للقشرة،
ببدأ ان انا اغسل شعري كويس وانضف شعري كل يوم، ما اخليش يبقى فيه زيوت او فيه دهون، ويفضل ان هي ما تستعملش دهون اصلا او زيوت، ما تستعملش حاجات تقيلة. يعني سيرم حلو قوي. وعلاج بقى القرحة والإكزيما والحاجات لا دي؟ ده دكتور، عايزة دكتور. تروح لدكتور جلدية، دكتور تمام. جلدية هو اللي بيشخص لها الحالة بتاعتها ويديلها العلاج بتاعها. يأثر طبعا على الجلد صح؟ لو في إكزيما، البروتين، اه عملت طبعا البروتين وفي إكزيما أو في الحاجات اللي هي ايوه، بتبقى لازم الأمراض تكون دي. فروة راسها مهيئة ان احنا هنعمل لها علاج، وان هي تبدأ تستقبل مننا البروتين او البوتكس او الفيلر. لازم تكون نظيفة من اي حاجة، ما بتجيلي واحدة عندها قشرة جديدة او اكزيما او قرحة او لا روحي مش اختصاص للدكتور. حضرتك، بتروح بقى لدكتور جلدية. لا ممكن انا عندي بعمل تقشير لفروة الراس، علاج القشرة بس بياخد وقت جامد، دكتور الجلدية بقى بيبقى علاجه سريع جدا. تمام. وبعد كده بقى يبقى تحط بقلب جامد، ولا بيبقى فيه بعد كده اعراض بقى ليها؟ لا مش هيبقى فيه اعراض خالص، بيرضوا وبيبقى فيه اعراض لو المادة جت على فروة دماغها، وانهي الاقوى بقى، الفيلر ولا البروتين ولا على حسب البوتكس نوع الشعراية. حسب نوع يعني الشعراية؟ عندنا البروتين لجميع انواع الشعر، تمام. بس انا دلوقتي انا حاليا مخصصة البروتين للشعر الشديد التجاعيد، لان البروتين الفرد بتاعه قوي جدا، انما الشعور الضعيفة وشعور الناعمة والكلام دوت بعمل لها فيلر، بعمل لها بوتوكس، بعمل لها جيلاتين، ببعد عنها البروتين خالص. بالنسبة بقى للمكوى، واللي بيستعملوا المكوى واللي بيستعملوا الاستشوار بقى باستمرار كده. لازم قبل المكوى احط سيرم حراري او عامل حماية، مش هتأثر معايا الشعر، انما بيبي ليس على طول كده على الشعرية وشعر مبلول وشعر مش عارف ايه، اكبر غلط. الشعرية هتقصف، شعرية هتسقط، شعرية تبقى مهلكة ومجهدة. طب بالنسبة بقى لما العميلة تيجي تعمل بروتين بقى، حضرتك طبعا لما بتشوف شعرها بيبقى ليكي رؤية. اه هي ما بتجيش، هي ما بتحددش، هي بتيجي بتقولي انا عايزه اعمل شعري، فانا بشوف بعرف بقى اقول لها بصي انت شعرك هيحتاج كذا، هيحتاج مثلا فيلر وجلسه خلايا جذعيه، هيحتاج بوتوكس، هيحتاج جيلاتين، انا بقول لها وبقول لها كذا او كذا او كذا، هي اللي بتختار ما بينهم. يعني انت حضرتك مش بتقولي لها مثلا ده الصالح عشان شعرك بايظ كذا، بروتين لا انا مثلا او بقول لها، كرياتين؟ وبرضك لازم اديها خيارات. يعني انا اقول لها بصي ابعدي عن كذا، يعني مثلا ابعدي عن البروتين، خليكي في البوتوكس او الكولاجين مثلا. طب انهي الافضل؟ او لو هما الاثنين هيبقوا حلوين مع شعرك، دوت هيعمل كذا وده هيعمل كذا، بس الاثنين هيدوك النتيجه تحفه. وسبب الفروق اللي تبقى في الشعر بتبقى فرقة واسعة كده. دوت بيبقى احنا اخدنا الشعر على كده، يعني لازم ما بقاش على طول مثبته شعري على تسريحه معينه. يعني انا مثلا قاعده في البيت مش على طول عامله فرق وقاعده، لا لازم اغير، لازم افرق على الجنب شويه، افرق على الجنب ده شويه، اجيبه لورا شويه، الشعر بيتشاكل على شكل اللي انا عاملاه عليه. تمام. وبالنسبه بقى للي بيستعملوا الستات البيوت بقى والبنات اللي بيستعملوا الصبغات كتير باستمرار، لا غلط غلط تستعمل صبغات. يعني ممكن اضعف الايمان خالص ان انا اجيب صبغه من الصيدليه تكون صبغه نظيفه، تكون صبغه زيرو امونيا. يعني اروح الصيدلي اقول له انا عايزه صبغه زيرو امونيا واعملها لنفسي، زيرو امونيا دي هتبقى اقل ضرر على ست البيت اللي بتعمل صبغه في البيت. وتنصحي بايه بقى اللي قاعدين في البيوت يعني في ايه يهتموا بقى بشعرهم؟ الاهتمام؟ انا لسه قايله لك الاهتمام بالشعر، ما الم شعري هو مبلول، على طول انشف لا، في شعري، على حاجات طول اهويه. على الشعر كده، ماسكات زي ماسكات البشرة. ماسكات على الشعر؟ يعني مثلا ماسكات على الشعر الزيوت الطبيعيه، حمامات الزيت. ايوه انا اقصد كده. حمامات الزيت يعني هي على طول تعمل حمامات الزيت، بس ما تقعدوش على الشعر اكتر من ساعتين. هو حمام الزيت تحط البروكاب او تحط الفوطه السخنه مثلا مده معينه، يعني ما تزيدش عن نص ساعه، بعد تمام. نص ساعه تسيب شعرها يهدى نص ساعه وتروح غسل شعرها، مش اللي هو اعمله وانام بيه واصحى بيه واسيبه يومين ثلاثه في شعري، غلط. في عروض بقى حضرتك هتقدميها لمتابعين البرنامج؟ اه باذن الله طيب، تحب نسمع بقى؟ احنا في اخر السنه وفي عروض كتير، يعني والتواصل مع حضرتك طبعا. باذن الله عن طريق التليفون، عن طريق تمام. التليفون او باكج الصفحه. باكتش الصفحة. طيب كلمينا بقى الجلسات الفرد وكده. جلسات الفرد كل ده بيفرد اللي انا قلت لك عليه، بروتين، بوتكس، جيلاتين، كولاجين، كل ده بيفرد. طب واسباب الشعر الخفيف بقى؟ الشعر الخفيف بنعمله بوتكس او فيلر. ده بس في الاول، بس بتعمل شوية تحاليل. هو المفروض بقى لا انا بتعمل شويه تحاليل لما تقولي انا شعري كان تقيل وخف. طب خف من ايه؟ مش عارفه. طب اعملي تحاليل،
طب عرفينا إيه الحالة النفسية، مستقرة ولا لأ، عندك مرض مثلا، عندك حاجة مزمنة، لازم نعرف هو من ايه خف. انما لو شعرها هي كده خفيف، بنبدأ ان احنا بقى نعمل لها حاجة تنفخ لها الشعراية، بوتكس، فيلر كده. النصايح بقى للشعر المجعد. هو الشعر المجعد ان انا ما استخدملهوش زيوت تقيلة، لازم انا على طول الشعر المجعد والشعر غير مجعد استخدم الزيوت الخفيفة جدا، حتى الشعر الناعم. حتى الشعر الناعم. هو الزيوت التقيلة اصلا يعني مثلا كزيت اسمه ايه الزيت التقيل ده، الخروع، الخروع. زيت الخروع دوت، يعني اما بيتحط على الشعر وبيتساب دي مصيبه للشعرية اصلا. هو المفروض يتحط المده المعينه بتاعته من نص ساعه لساعه ويتغسل. الزيوت الخفيفه بقى زيت جوز الهند، زيت جوز الهند، زيت اللوز الحلو، دي زيوت خفيفه جدا على الشعرية، وممكن ان انا ادهنها وممكن ان انا اسيبها على الشعرية. وازاي بقى نقدر نفرق ما بين البروتين والكرياتين اللي هو الاصلي والمغشوش الاصلي والمغشوش، او الحاجات اللي في السوق عامة؟ يعني بصي انا دلوقتي لما بروح اولا ببقى بروح على مكان ببقى انا واثقه انه بيعمل حاجه نظيفه، ابقى انا واثقه انه بيشتغل في منتجات نظيفه. افرق بقى انا ازاي؟ انا اول ما بقعد تبدا المتخصصه او المكان اللي انا رايحه له يشتغل في شعري، من اول ما بتفتح الازازه انا بشم الريحه، المواد النظيفه تبقى ريحتها نظيفه جدا وريحتها حلوه جدا، بتفضي في الطبق او مثلا تيجي توزعها على شعري بيبقى شم ريحه كويسه. شميت بقى ريحه مش حلوه، حرقان في مناخير، حرقان في عينيا، عينيا دمعت، ده فورمالين يعني، لا تقومي وتمشي من تحت ايديها ما تكمليش، لازم تبقى الماده كويسه ريحتها حلوه، ما تحرقنيش. تمام. وحضرتك بقى تنصحي ايه بقى في التغذية، الخضار والحاجات دي؟ دي التغذيه عن عليها طريق عامل الفم اساسي. كل حاجه خضراء، اي حاجه خضراء عن طريق الفم مفيده جدا للشعر، واكتريتهم الجرجير. كلمينا بقى شوية كده عن ايه الفرق يعني ما بين الكرياتين والحاجات دي كلها اللي منتشرة في السوق دي. انا قلت لك الكرياتين يعتبر انه انتهى اصلا، مفيش حد دلوقتي بيعمل كرياتين. البوتوكس والحاجات دي، وايه الفرق ما بينهم؟ الفرق بيبقى برضك على حسب الشعرايه. البوتوكس بيديني كثافه للشعرايه، الشعرايه لما بتجيلي ضعيفه ورفيعه كده نعمل لها جلسه البوتوكس تحس انها اتنفخت، بتنفخ الشعرايه، بس مش معقوله ان الشعرايه تبقى رفيعه قوي ان انا تتنفخ ابص الاقي شعري بعد ما كان شويه صغيرين كده يبقى كتير قوي، لا انت بتحسي بفرق في شعرك. في نصايح طبيعية بقى ولا لازم يروحوا لحضرتك في نصايح طبيعية؟ لا عادي، ممكن اي حاجه طبيعيه، زيوت طبيعيه، حاجات طبيعيه من البيت زي اللي بنشوفها على النت، بيقولك مثلا عسل على زبادي مش عارف ايه الكلام ده، انا اقصد الحاجات دي. هو مفيد بس برضك ما نسيبوش على الشعرايه، الوصفات الطبيعية مهمة يتغسل. ولا انا عن نفسي انا ما بنصحش بيها للعملاء خالص، وصفات طبيعيه احنا ممكن تاخدي مثلا تجيبي حاجه من الصيدليه، حمام كريم او سيرام او زيت، يغنيكي عن وصفات طبيعيه وعن بقى انك تعملي وتركيبات والكلام دوت، بيبقى الافضل انك تجيبي حاجه جاهزه. عايزين نعرف بقى العلاج بالبلازما ولا مش عند حضرتك؟ لا علاج البلازما، هو البلازما للشعرايه بيبقى حقن بلازما، حقن بلازما للشعر. علاج البلازما بيطلع الفراغات، بينشأ بيبي هير في الشعرايه، يعني لما يبقى في فراغات في الشعرايه، في حتت فاضيه، في حتت خفيفه، البلازما بتبدأ ان هي تحافظ الدوره الدمويه في فروه الراس، تبدأ تنشأ بيبي هير في الشعرايه. طب حضرتك تحبي تقولي ايه بقى في اخر الفقره؟ زي ايه؟ يعني مثلا نصيحه للعروسه، كلمه اخيره مثلا في البيت نصيحه المصري. العروسه، احنا قلنا نصيحه العروسه كله، كلمه ان اخيره لازم بقى البيت المصري بقى، البنات والستات. ان هم لازم يهتموا بشعرهم، لازم ما يستخدموش اي حاجه وخلاص، لازم الحاجه اللي بيستخدموها تكون حاجه نظيفه، يجيبوها من مكان موثوق منه، ما ينفعش تجيبوا حاجه مضروبه يحطوها على شعرهم ويستعملوا. الاعلانات اللي بتبقى ماليه السوشيال ميديا وماليه التلفزيونات والكلام دوت، مش لازم لما اشوف اعلان اجري اجرب، لازم ابقى عارفه شعري عايز ايه، اعرف شعري ماشي عليه وامشي عليه. يعني مثلا انا استخدمت نوع الشامبو دوت والكريم دوت جابوا مع شعري حلو قوي، ما اروحش اغيرهم، ما اسمعش ان في حاجه جديده اروح اجيبها، لا دول طالما ماشيين على شعرك امشي عليهم. تمام. احب اشكرك ونورتينا، حبيبتي وشرف ليا في برنامج الحكايه مع شيماء، وان شاء الله لينا لقاءات تسلمي مع لي، بعض كتيره. وفاصل ونرجع لكم تاني. تسلمي لي.